ليا صديق مصري عايش في السعودية اسمه محمد سعيد أحمد، بيقول لي وانا في مصر صديق أبويا لما رجع من الحج لقيناه بعت لنا على البيت جلبية لوالدي، بس جلبية ايه، قيمة جدا. جاء أبويا يلبسها لقاها ضيقة وقصيرة عليه، فللأسف معرفش يلبسها، وصعب عليه إن الخامة الكويسة دي ما تكونش مقاسه. فلما جينا نزور زميل أبويا بعد ما رجع من السفر فسأله عن رأيه في الجلبية، وخصوصا إنه بعد الحج رجع المدينة مخصوص علشان يجيبها له، فلقيت بابا وقتها بيقوله جميلة جدا يا حاج، والله أول مرة أشوف قماشة زي دي. لا ولا إيه، تفصيلتها حاجة ملوكي، خصوصا الخط الذهب اللي في الجيوب. ولقيته قاعد عمال يعدله في مميزاتها، وهو أصلا محطهاش على جسمه. استنيت يقوله إنها ضيقة ولا إنها مش مقاسه، لكن ما قالش. فبيقول لي محمد بعد ما نزلنا من عنده بسأل أبويا، بقوله ليه ما قلتلوش إنها ضيقة ومعرفتش تلبسها، مش يمكن كان غيرها لك ولا يديك واحدة غيرها؟ قال لي حرام عليك يا أخي، هو أنت مش سامعه وهو بيقول لي إنه رجع المدينة مخصوص علشان يجيبها لي؟ ما ينفعش أضيع المجهود اللي عمله ده على الفاضي، ده كفاية فرحته وأنا بقوله إنها عجبتني، ويكفي إنه افتكرني وهو هناك، ده أفضل من 100 هدية. تخيل كده لو قلتله إنها مش مقاسي، كان هيفكر في ايه غير تعب المشوار والفلوس اللي اتدفعت فيها وراحت على الفاضي؟ لا، خليه مبسوط كده احسن، الراجل مجمع فلوس السفر بالعافية، فكتر خيره انه افتكرني وعمل حسابي في الميزانية، وتلاقيه اصلا ما جابش حاجة لنفسه. الكلام ده بقوله بالتزامن مع بوست الواحدة بتقول انها فضلت 5 ساعات في المطبخ بتعمل أكلة جديدة لجوزها، وفي الآخر قال لها إن الأكلة مش حلوة، مع راجل طلع عينه في الغربة علشان يعيش عياله في عيشة كريمة، ومراته مش مقدرة بدل ما تقول له الله يعينك، مع موظف مجتهد طلع عينه في الشغل وشايل شغل 10 موظفين، وفي النهاية المدير يخصم له حوافز لمجرد انه تعب او اتأخر في يوم بدل ما يقول له شكرا، في مدرس اتنبح صوته وسط فصل فيه 40 طالب، وتيجي ولية امر تبهدله علشان زعق لابنها انه نسي الكشكول. ازاي في حد يقدر يكسر بخاطر حد في لحظة بعد كل المجهود اللي اتبذل لمجرد انه مش عاجبنا؟ طيب المجهود ده ما لمس أي جزء من مشاعرنا؟ طيب التعب ده ما يستحقش كلمة حلوة؟ أنا لسه فاكر دكتور الشفوي اللي ادى الطالب عنده 10 من 20 على الرغم إنه ما جاوبش ولا سؤال، وكان الطالب متأكد إنه هيجيب 0، فبيقول له على إيه 10 درجات دول يا دكتور؟ رد الدكتور قال له 5 درجات علشان نزلت من بيتكم وجيت امتحن، و5 كمان علشان فضلت مستنين لحد ما خلص. لو وقتك ملوش قيمة عندك فهو بالتأكيد له قيمة عندي، شد حيلك بقى في الفاينل. انا عايزكم تتخيلوا شعور الطالب ده وقتها كان عامل ازاي. كلمة شكرا وكتر خيرك وبرافو عليك وتسلم ايدك مش هتكلفنا حاجة، التقدير مفتاح القلوب وجبر الخواطر من صفات الأنبياء، وكلمة السر للجنة اللسان الحلو. إلى اللقاء.